السلام عليكم، راه كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد دائما على قناتنا، قناتكم تخطيطات ساره. وكيف كان وعدكم ديما بالجديد، جبت لكم اليوم فيديو اللي غيكون فيه ان شاء الله كله بالكريستال وكذلك بالنحاس. وقبل ما نبداو هذا الفيديو ان شاء الله نبداو بالصلاه والسلام على الرسول عليه ازكى الصلوات وازكى السلام. وبالنسبه للناس كيف بغاو يجيو يزورونا في المحل، فاكيد مرحبا بكم. المحل راه كاين في مدينه تماره عناتق، تجاه برومو شوت مقابل مع مسجد الشرقاوي، تجي من جهه ديال تماره فوت المحتضنه الافريقيه اللي كاينه في عناتق، والدور الاولى اللي عندكم دليما. والناس كيبغوا التوصيل، حنا كنوصلوا جميع المدن المغربيه فين ما كنتوا وحتى لباب الدار. ان شاء الله تواصلوا معايا بالرقم ديال الواتساب ونعطيكم جميع المعلومات. والناس اللي عندهم لو ثيرموميك، اللي كيبغوا لو ثيرموميكس، لو كوبول ثيرموميكس فراندوك هذيك حتى الاول كلاد، راهم كلهم كاينين عندنا في المحل. ان شاء الله تواصلوا معايا ونعطيكم جميع المعلومات اللي كتخصهم. وحتى كذلك بالنسبه للمفاجاه اللي وعدتكم بها راني ما نسيتكمش، ان شاء الله قريبا جدا غيتم الاعلان عليها على عند محلكم تخفيضات ساره. مفاجاه ان شاء الله غتكون زوينه بزاف. خليو لي في لي كومونتير فرايكم شنو غادي تكون، وكذلك ما تنساوش ديروا بزاف ديال لي لايك، وكذلك لي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كيفرحوني، وخصوصا ابوني فلاشين باش ان شاء الله نعلنوا على المفاجاه في اسرع وقت. ونبداو ان شاء الله مع اول هميزه كتجي اليوم. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها واللي هو هذا الفنايق هذا. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجيو راقيين بزاف في الحطه. دونك كيجيو على هذا الشكل هذا، شوفوا كتجي هكا الفنيقه هكا في التحت، كتجي كلها هكا بالنحاس حتى التحت ديالها كيجي بالنحاس، وكتجي الغلاقه ديالها كلها هكا بالكريستال. وكاين فيها هذا العبار هذا الكبير والعبار الصغير. فوالا بالنسبه لهذا العبار هذا كيجي الثمن ديالو ب 120 درهم، وبالنسبه لهذا العبار هذا فكيجي الثمن ديالو ب 150 درهم. تاخذوها كما جوج كبار وجوج صغار وحده كبيره، ولا جوج كبار وحده صغيره. وبالنسبه للغلاقه راه حطيت لكم هنايا الشكل اللي كيكون فيه هكا هاد الجوهره دايره، وشكل كيكون فيها الجوهره هادي مثلثه. دونك نتوما تختاروا ان شاء الله الشكل اللي بغيتوا، واش بغيو هاد الشكل هذا ولا هاد الشكل هذا. فوالا كيجيو بجوجهم صراحه زوينين بزاف، وكذلك حتى فيهم واحد لاطوش لي بلديه. دونك الثمن هادو 120 درهم وهادو 150 درهم. نكملو ندوزو دابا لهاد الفرقه هادي ديال الحلويات. شوفوا ليا كيفاش كيجي الشكل ديالها ما شاء الله. هادي سورتو ملي كتعمروها هكا بالحلوه على هذا، دونك كتجي فريمون شكلها زوين بزاف وراقي بزاف في الحطه. الثمن ديالها كتجي غير ب 70 درهم. كاين هاد لو موديل هذا اللي كيجي فيه هاد الزاج، وكاين هاد لو موديل كذلك اللي كيجي حتى هو زوين بزاف. هذا كيجي شويه غرق، دونك كيصلح لكم بزاف هكا مثل الفواكه الجافال المكسرات. دونك راه كيجي كيصلاح، ولا كيجي حتى كبونبونيير. دونك شكلها زوين وثمن غير 70 درهم فقط. نكملو ندوز دابا لهاد الصندريه هادي اللي كتجي على هاد الشكل. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كتجي. راه كتجي كلها كيف كيبان لكم، كتجي منقوشه بالنحاس، وكذلك كتجي هكا الرجل ديالها كلها كذلك حتى هي برقوشه. وراه كتجي ما شاء الله ثقيله مزيان، يعني ما تخافوش تقدروا انكم تستعملوها سواء كصينيه تحطوها حداكم هكا في الصالون، ولا كذلك حتى كصندريه. دونك كتجي هكا زوج في واحد. وكذلك بالنسبه لهذه راه تقدروا كاين فيها هاد لو موديل هذا، وكاين فيها كذلك حتى الموديل الاخر اللي كيجي فيه هنايا السنطه، راه حتى هو كذلك متوفر عند محلكم تخفيضات ترى 100% بالنحاس. ولا ديروها كصينيه راه ما تخافوش، راه ما كتطيح مازال شي حاجه، حيتاش كتجي فريمون ثقيله مزيان، كتجي هازه النحاس وكتجي ثقيله. دونك كتجي ثابته مزيان في بلاصتها. بالنسبه للثمن ديالها راه كتجي غير 500 درهم، 500 درهم فقط بالنحاس الخالص، 500 درهم عند محلكم تخفيضات ترى. نكملو وندوزو دابا لهاد المبخره هادي. شوفوا ليا ما شاء الله صناع تقليديين ديالنا ما شاء الله عليهم، شنو كيخرجوا من يدهم كيف كنقولوا غير الذهب. دونك بالنسبه لهادي راه كيجي دابا حاجه راه فيها واحد لا برومو لي زوينه بزاف، دائما مع التخفيضات ديال نهايه السنه وكذلك مع تكسير الاسعار. هاد المبخره هادي اللي كتجي فريمون راقيه بزاف، مع كذلك زوج ديال لي بونبونيغ على هاد الشكل هذا كيجيو 100% كريستال. فوالا دونك هادشي كامل، هاد لو باك كامل اللي كيبان لكم الثمن ديالو ان شاء الله غير 200 درهم، 200 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ترى. الناس اللي بغاو فسارعوا، وما تنساوش راه غير مده 10 ايام فقط، وان شاء الله غتسالي هاد لا برومو هادي. نكملو وندوزو دابا لهاد الفراقه هادي. دونك هادي راه بحال الشكل اللي وريتكم ديجا قبل، ولكن هذا بيان سور كيجي هكا اكبر. دونك كيجي شوف قداش كيجي الطبسيل الكبير، دونك كيجي فريمون كيهز مزيان. فوالا كتجي الرجل ديالها كلها كذلك كريستاليه، وكذلك كيجي الطبسيل ديالها حتى الفوق هذا اللي الفوق حتى هو كذلك كيجي كبير، ما كيجيش صغير. وبالنسبه للثمن ديالها كتجي غير ب 120 درهم، فيها جوج طبقات، 120 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره. ودائما مع التخفيضات ومع الهميزات جبنا لكم كذلك حتى هاد الباك هذا. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي، حتى هو كذلك كيجي راقي بزاف في هاد الزجاج هذا المشنف، كيجي على هاد الشكل هذا وكيجي من هنا غارق.
بالنسبه لهذا راه كيجيو نفس العبار، هما بثلاثه غير وحده كتجي معها كرغلاقه وزوج كيجيو هكا بلا غلاقه، كتجي على هذا الشكل هذا وتحطوا هادو. ماشي بالضروره كتحطوا هكا غير كديكور، حتى كديك تحطوا فيهم مثلا الفواكه الجافه التمور ولا اي حاجه بغيتوا تقدموا فيهم، ولا كذلك غتحطوا هكا كديكور راه كيجيو زوينين بزاف. هذا راه لو باك كامل اون بروموسيون ب 150 درهم. عاودوا تاخذوا غير هاد البونبونيير بوحدها ب 150 درهم، عند محلكم تخفيضات سارة ثلاثه بثمن واحد غير ب 150 درهم عند محلكم تخفيضات سارة. الناس اللي بغاوه فسارعوا نكملوا وندوزوا دابا لهاد الباك هذا. شوفوا اليوم ما شاء الله كيفاش كيجيو، هادو فريمون كيجي شكلهم زوين بزاف. دونك بالنسبه لهادو اول حاجه كيجي كاين هاد السوبور هذا اللي كيجي على هاد الشكل، فريمون كيجي زوين بزاف، كيجي بحال هكا. بالنسبه لهذا راه تقدروا اما كتاخذوه بوحدو دونك بحال هكا، ان شاء الله نوريكم، تقدروا ديروا هكا السوبور ديال الكيك ولا ديال اي حاجه، راه كيجي زوين بزاف في الشكل ديالو. دونك الا بغيتوه هكا بوحدو كيجي الثمن ديالو ب 100 درهم، 100 درهم فقط الا بغيتوه بوحدو. دابا راه اون بروموسيون، نورمالمون هذا الثمن ديالو ب 150 درهم، اون برومو دابا ب 100 درهم. و الا بغيتوا هكا تاخذوا مع هاد ثلاثه ديال لي بورت بوجي كيجيو بحال هكا، تما كيجي شكلهم زوين بزاف، كديروا فما هنايا سميعه ولا تخدموا كذلك حتى كبونبونيير راهم كيجيو زوينين بزاف. شوفوا شحال جاو معاه زوينين، كيجي على هاد الشكل هذا. دونك هذا لو باك كامل على هاد الشكل هذا، الثمن ديالو غير ب 200 درهم اون برومو، بروموسيون ب 200 درهم فقط. الناس اللي بغوهم فسارعوا نكملوا وندوزوا دابا لهاد لو باك هذا، دائما مع التخفيضات. دونك يجي بالنسبه لهذا على هاد الشكل، هذا حتى هو كذاك لا ميم شوز، كيجي فيه هنايا في التحت هاد السوبور هذا نفسه اللي وريتكم قبل، وكيجيو فيه ثلاثه ديال هاد لي بونبوني خدو ديال القوقه. دونك فوالا كتجي على هاد الشكل هذا بحال هكا، وكيجي معها هاد البونبوني هادي كتجي بالغلاقه ديالها، وعاد هادي اللي كتجي على هاد الشكل هذا فوالا. دونك بالنسبه لهادي راه حتى هي كديرك اون بروموسيون، راه غير هادي بوحدها كيجي الثمن ديالها ب 70 درهم. هادي دائما هادي كتجي ب 70 درهم باش تكون لكم هكا فكره، وهادو بجوج كيجيو ب 70. دونك هادو غير هادو اللي الفوق راه كيجي الثمن ديالهم ب 140 درهم، عاد هادي الا حسبناها اون بروموسيون راه كتجي الثمن ديالها ب 100 درهم. دابا عند محلكم التخفيضات راه غتاخذوا كلشي ب 200 درهم، يعني هادو هاد لي بونبونيير بثلاثه بهادي بالغلاقه ديالها كذلك مع السوبور ديالهم كلشي ب 200 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. سارعوا هاد لو باك هذا ما شاء الله راه في ساعه كيطير دابا حاليا، راه او برومو الناس اللي بغاوه ف ان شاء الله تواصلوا معايا. وكاين كذلك حتى هاد لو باك هذا، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي. دابا كنقولوا مابقاش عندكم عذر غير اللي ما بغاش يزين البيت ديالو بالكريستال وبالنحاس، كيجيو هادو حتى هما كديك زوينين بزاف، كنحاول ان شاء الله نوريكم فوالا. دونك كيجيو حتى هما كديك زوينين بزاف، هادو اللي زوين فيهم انه كيجيو بثلاثه مغطيين. دونك هادي كتجي هكا بالغطيه ديالها، وهذه كذلك فوالا كتجي على هاد الشكل هذا، وحتى هذه كذلك. بالنسبه لهادو راهم كيجيو هكا ثلاثه ديال لي بونبونيير، وحده كبيره وزوج هكا صغار. دونك الثمن ديالهم ب 150 درهم لو باك كامل، كلشي غير ب 150 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. حتى هادو الناس اللي بغاوهم فسارعوا، راهم اون برومو. هادو نورمالمون هما اللي كانوا سولدي ب 60 درهم، وهذه كتجي ب 80 درهم. دونك دابا الا جمعتو هكا الثمن ديالهم راهم 200 درهم عند محلكم تخفيضات سارة، دائما مع تكسير الاسعار غير ب 150 درهم دي ستوكاج. وكاين كذلك حتى هاد السوبور هذا، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي. هذا كيجي كبير فريمون مزيان، وكذلك حتى كيجي كديروا فيه شنو ما بغيتوا، تحطوا فيه مثلا بوتو البغري، تحطوا فيه مثلا الكيكه ولا اي حاجه، ولا تحطوا غير بحال هكا وديروا لداخل فيه داك الورود المجففه اللي دوزت في الفيديو الاخر. الناس اللي متبعيني والناس اللي شافوا الفيديو اللي فات خليوها لي في لي كومونتير، نعرف المتتبعين الاوفياء وكنت صولديتهم، خليو لي تمام شحال صولديت الورد المجفف باش حتى الناس اللي ما تفرجوش يقدروا انهم يعرفوا. درت فيه واحد الصولد زوين بزاف، تقدروا تعمروه غير بيه وتحطوه في الوسط ديال الطبله كيجي زوين بزاف، والثمن ديالو غير ب 130 درهم، كيجي بحال هكا 130 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. نكملوا وندوزوا دابا لهاد الباك هذا اللي كيجي على هاد الشكل، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي فوالا. دونك بالنسبه لهذا راه كيجيو زوج ديال لي بونبونيير على هاد الشكل هذا، هذا راه ماشي نفس هاد الشكل، هذا راه كيجي الصغير وهذا راه كيجي الكبير ديالو غير باش تكون لكم هكا فكره. وعاد كاين كذلك حتى هاد البونبونيير هادي كبيره ديالو، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كتجي، كتجي ما شاء الله هادي كبيره مزيان فوالا، كتجي على هاد الشكل هذا فريمون تبارك الله. هادي كتجي
كتهز مزيان وكديري حتى كتجي تري ديكوراتيف. راه هذه غير بوحدها كدير ب 200 درهم. دابا كلشي غتاخذوه ب 230 درهم. زوج ديال لي بونبونيير مع البونبونيير الكبيره ديالهم كلشي غير ب 230 درهم فقط. نمح لكم تخفيضات ساره. وكاين كذلك حتى هاد الطاس هذا ديال التشلال. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي، راه كيجي فريمون راقي بزاف، وراه كله كيجي هكا بالنحاس الخالص، كيجي المقرش ديالو على هذا الشكل هذا، وعاد كيجي من هنايا كله هكا منقوش، وكيجي اللي زوين فيه كيجي فيه كذلك حتى هنا الروبيني. دابا راه غير ما مركبش، ماما كيجي مع الروبيني ديالو، وباش ملي كتساليو هكا داك الماء اللي كيكون متسخن عزاكم الله، دونك غير كتحلو من هنايا وكتعرضوا ليه شي سطل وكيهبط كامل، دونك بلا ما تحتاجوا انكم تهزوه كامل، حقاش ما شاء الله كيجي ثقيقل، دونك كتجي كيف نقولوا عليه القيمه. وكذلك كيجي كله هكا هابط بالنقوش، وهذا راه العبار الكبير، حقاش راه كان العبار الصغير ديالو، هذا راه العبار الكبير ما شاء الله، راه كيجي على الوقفه، والثمن ديالو كيجي ب 900 درهم فقط، حتى هو كذلك اون بروموسيون. هذا راه الشكل كيكون فيه نص الصنطه، حقاش كاين نورمالمون حتى الشكل اللي ما كيكونش فيه نص الصنطه، دابا هذا راه الشكل اللي فيه الصنطه، وكاين راه الكميه منه جد محدوده، دونك الناس اللي بغاوه فسارعوا، حقاش خصوصا بحال ما هاد لي بياس هادو راهم كياخذوا بزاف ديال الوقت من الصانع التقليدي، دونك داكشي باش ما كيكونش منهم كميه اللي كبيره بزاف. نكملوا وندوزوا دابا لهاد لي باك هذا. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي، حتى هو كذلك كيجي الشكل ديالو فريمون زوين بزاف. واللي زوين في هذا انه كتجي بحال مبخره، وكتجي معاها هكا طبسل هكا كبير، دونك بحال مبخره وفي نفس الوقت طبسيل، دونك شكلها زوين بزاف. كتجي دابا هاد المبخره بحال هكا، وكيجي راسق فيها هكا هاد الطبسيل هذا، دونك فريمون شكلها زوين. وحتى كذلك لي بونبونيير ديالها كيبقى كتبقى هكا مجموعه مع لي بونبونيير، دونك يجيو زوينين بزاف. ولي بونبونيير راه تحيدوهم هكا، تحطوهم هكا مثلا في الجوانب، تحطو هنا شي بلاصه شي حاجه وحده اخرى مثلا الا بغيتو، راه اكيد ممكن. وعاد كذلك كتجي فيها لاطوش ديال النحاس اللي كتجي فريمون زوينة بزاف. دونك بالنسبه لهادي راه كيجي الثمن ديالها كلشي هكا، لو باك كامل الثمن ديالو غير ب 280 درهم فقط، 280 درهم. عندي محل لكم تخفيضات ساره، الناس اللي بغاوها فسيروا، شكلها فريمون زوين بزاف. نكملوا وندوزوا دابا لهاد لو باك هذا. هذا كيتسمى الباك الملكي، حقاش شكلو فريمون زوين، حتى هو كذلك فوالا كيجي على هاد الشكل. دونك بالنسبه لهذا راه كيجي فيه اول حاجه المبخره، والمبخره فقط الاشاره، راه ماشي نفس العبار. دابا هذا كيجي الدامتر ديالو كيف كيبان لكم هكا، ماشي صغير، المهم كيجي الحجم ديالو متوسط. هذا ما شاء الله كيجي كبير، شوفوا قداش كيجي، راه كيجي ما شاء الله عريض، وعاد كتجي هكا الرقه ديالو بحال هكا، كيجي كله هابط هكا بالكريستال. والطبسيل حتى هو كذلك كيجي كبير، سبق لي دوزت لكم هذاك الموديل، كيجي الطبسيل فيه هكا مجموع، دونك هذا كيجي الطبسيل فيه كبير ما شاء الله. سمحوا لي كنطول لكم، ولكن سورتو الناس هكا اللي بعد باش تكون عندكم هكا فكره اكبر. وكذلك كتجي الرجل ديالها بالنحاس، وكتجي مرافقه هكا جوج ديال لي بونبونيير. انا حطيت لكم هنايا وحده فيها هذا الراس هذا الطاير، وحده فيها الراس المثلج، باش نتوما الا بغيتو تقدروا انكم تكومونديو لي جوج من هادي، ولا بغيتو جوج من هادي، دونك نتوما كيبقى عندكم هكا الاختيار. فوالا كيجيو على هاد الشكل هذا، وتكونو حتى هما كذلك زوين بزاف. الثمن ديالهم دابا حاليا ب 380 درهم، 380 درهم فقط. فقط الاشاره، حتى لي بونبونيير راهم الكبار، راهم لي بونبونيير نفس العبار ديال هادي، راه فوالا كيف كيجي العبار الصغير، فوالا باش تكون فكره، راه ماشي نفس العبار، هذا كيجي العبار الصغير وهذا كيجي العبار الكبير، دونك هضر مع جوج ديال لي بونبونيير كبار، كلشي الثمن ديالو غير ب 380 درهم فقط. نكملوا وندوزو دابا لهذا الباك هذا. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي، حتى هو كذلك كيجي زوين بزاف وكيجي كبير. هذا حتى بالنسبه لي كادو فريمون كتعطيو بوجهكم احمر، كيجي كله هكا بالكريستال، والكريستال كيبقى دائما بحال هكا، يعني ما كيتبدل اللون ديالو ما حتى شي حاجه. فوالا كيجي على هذا الشكل هذا، وكيهز فريمون مزيان. الثمن ديالو كيجي لو باك كامل جوج من هاد لي بونبونيير، وحده هكا بالغلاقه ديالها، كلشي الثمن ديالو ب 280 درهم، 280 درهم فقط. فقط الاشاره، راه غير هذه بوحدها راه كانت نورمالمون 200 درهم، دابا كلشي غتاخذوه ان شاء الله ب 280 درهم فقط. نكملوا وندوزو دابا لهذا الباك هذا. شوفوا لي حتى هو ما شاء الله الجمال ديالو كيفاش كيجي، كيجي فريمون زوين بزاف. كيجي فيه ثلاثه ديال لي بونبونيير ديال القوقه على هذا الشكل، هذا ماشي العبار الصغير، راه العبار الكبير، راه وعاد كيجي فيه كذلك حتى جوج من هاد لي بونبونيير هادو، حتى هما كذلك الكبار. راه هذه هي اللي كانت كتباع ب 100 درهم، راه هذه هي ديال 100 درهم فوالا. و دابا حاليا غتاخذوها هي مع جوج ديال لي بونبونيير ديالها نفس العبار، كلشي ب 130 درهم،
130 درهم فقط. هادو راه نورمالمون الوحده كدير ب 50 درهم، دونك بحال الباك كامل كيطيحو لكم ب 200 درهم. دابا حاليا اون بروموسيون ب 130 درهم مده 10 ايام فقط. وديما كنقول لكم ركزوا على التاريخ اللي كتحط فيه الفيديو باش تعرفوا هكا واش البرومو مازال مستمره ولا لا. وكاين كذلك حتى هاد لي بورت بوجي هادو، فوالا هادو ماشي بالضروره بورت بوجي، تستعملوهم كفاز، تستعملوهم كبورت بوجي، فوالا كيجي لهاد الشكل او كبونبونيير شنو ما بغيتو، وشكلهم فريمون زوين بزاف. تعمدت نحطو هكا مايلين باش يبان لكم شكلهم كثر. هاد لا سيلوات فيهم فريمون زوينه بزاف. وهادو دابا ثلاثه الثمن ديال كل شيء غير ب 130 درهم، 130 درهم فقط. عند محلكم تخفيضات ترى، راه ماشي حتى الثمن ديال وحده كيف كنقولوا. دابا غتاخذوا ثلاثه تاع ب 130 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ترى. نكملوا وندوزوا دابا لهاد البونبونيير هادي كيف نقولوا ختامه مسك. شوفوا ليا ما شاء الله، هادي غير وحده ما شاء الله، راه سطان بيجو كتجي على هاد الشكل هذا، فوالا كتجي كلها هنايا دايره بالنحاس، وجل ديالها كدير حتى هي كذلك كتجي بالنحاس. دونك دابا هادي راه تقدروا انكم سوا تاخذوها هكا بوحدها على هاد الشكل، ولا كتقدروا انكم ترافقوها بجوج من هاد لي بونبونيير هادو، ولا كذلك حتى زوج من هاد لي بونبونيير هادو. نحاول ان شاء الله نوريكم جوج من هاد لي بونبونيير هادو، دونك تاخذوا هادي مع جوج من هاد لي بونبونيير حتى هي كذلك راه ممكنه. فوالا بالنسبه للثمن ديالهم، فإلا خديتوها هكا بوحده كيجي الثمن ديالها ب 150 درهم. الناس هكا اللي بغيوها هكا بوحده ب 150 درهم. وإلا خديتو هاد البونبونيير هادي مع جوج من هادو هادو العراض، فراه كيجي الثمن ديالهم دابا اون بروموسيون ب 250 درهم، 250 درهم فقط. وإلا خديتوها هكا مع جوج من هاد لي بونبونيير هادو اللي كيجيو هكا صغار، فوالا كيجيو على هاد الشكل هذا، هادي وجوج من هادو الثمن ديال كلشي غير ب 220 درهم، 220 درهم فقط. الوغ فوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. انا عجبكم ما تنساوش من لي لايك، تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على زر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. الفيديو المقبل باذن الله، الى اللقاء.